وبعدين يا ماما ناوي على ايه؟ ناوية ما سيبش البيت لحظة، رجلي ما تعتبش براه، بيتنا حقنا. ماما طب وجبرية؟ جبرية راحت في الوبا وراحت أيامها. طب عمي، طب يا ماما، عمي خلاص الجبروت وقع ومش هيقوم لقومة، مبقاش في سكتنا دلوقتي إلا مروان. ومروان في ايدك انتي ولعبتك، تعملي زي العجينه. ايوه ماما، بس ما تبسبسيش. ايه هتقولي لي ما اعرفش ما اقدرش؟ ماما انا مش هقدر اعمل كده. هتقدري بالعقل والتفكير يا بنت المدارس، تخلي عجينه في ايدك زي ما انتي عايزه. يا ستي هو مش خلاص قال لك هيدي كل الواحد اللي ليه وخلاص؟ انت عبيطة يا بيت؟ هو انا بدور على فلوس ولا على ورث؟ انا بدور على حق عبد الله اللي موتته جبرية، واخويا، اخويا اللي مات برصاص عبد الحكيم ومرمطتنا وذلنا. انا باخد ضهري وحقي بالعقل مش بالدم والرصاص. حق وطار يا زينب، فهمتي؟